رح تابع مع مجموعة جديدة من المسجات نصيف. بس قبل ما ننتقل لمسج جديدة, يعني الشهرة اللي بيحققها طالب ستار أكاديمي ما بتصور ممكن تتحقق إلا بعد سنين من الشغل ويكون حدا عنده دعم كتير قوي. بس كمان في هلا بيصير خيار الاختيار الاغنيات, خيار التوجه الفني, الخط اللي بدك تعمله, خاصه انه لسه ما تحددت هويه فنيه لنصيف. كيف بتشوف هويتك؟ بتحس حالك مثل مين ممكن تكون؟ شو نوع الاغاني اللي بتحس حالك قادر توصل فيها للناس اكثر؟ صدقني هذا السؤال صار مسؤول لي اكثر من مره, يعني انا يعني وعم فكروني عم بهرب. بس صدقني انا هلا بمرحله هلأ طلعت من الأكاديمية, وإن شاء الله يا رب كنت دائما يعني إن شاء الله يا رب إني أقع على الاختيار الصح والاختيار اللي بيناسب صوتي وعلى يعني على شيء يحبوه كل العالم ويناسب كل الأذواق إن شاء الله يا رب. بس أنا لمين بحس حالي أقرب؟ إن شاء الله يا رب كمل بالخط اللي بلشت فيه بستار أكاديمي, يعني يعني فينا نقول الجبل الشعب أو الطرب الشعبي إن شاء الله يا رب. يعني أنا بيكون لي الشرف مع باقي الألوان. أنا كثير كنت أحب غني بستار أكاديمي بالبرايمات, كنت خليجي بس ما ساعدت الفرصة. وكثير بحب غني مصري بس يعني برايم بده يمرق على الكل. صحيح مين أكثر ستار فرحت إنه جاي على برايم؟ يعني إنه أوقات واحد بيكون في نجوم ناطر يشوفهم بمناسبة معينة, مين أكثر ستار فرحت إنه موجود بالبرايم وحتغني معه؟ يعني أستاذ ولا أكيد خلاص بدون ما نمقها للكل. طبعا كثير ناس عم بتقول لي انه ليش ما احمد عم بيقول لك اللي صار بالجليدة ثورة حقيقية وقنبلة ذرية عبت شام فرح وامل. لويس وسيروان وميرال بيقولوا لك الف مبروك يا اروع صوت يا ابو الياس, وان شاء الله بتبقى معنا على طول. فينا نسال هون سؤال, نحن بنعرف انه قديش في نوع من الإدارة المهمة بالال بي سي عم تكون حريصة على كل التفاصيل يلي بتلحق الطلاب من اطلالتهم, من وين بيروحوا وين بيجوا كيف بيحكوا كيف كذا. شو اللي صار مع نصيف مجرد اعلنت النتيجة وعرف نصيف وادارة الاكاديمية انه نصيف هو نمبر وان وهو اللي اخذ ستار؟ شو اللي صار؟ كيف تعاملوا معك؟ شو الاتفاق يلي تم بيناتكم؟ اول شيء بعد ما طلعت النتيجة وطلعنا يعني الحمد لله يا رب اني طلعت انا الاول, مضيت كونترا مع شركة باك هي تابعة للال بي سي. صحيح. وانا هلا تحت تصرفهم وان شاء الله ناطر لبعدين شو بدنا نعمل. يعني هلا بعد الفترة كان هيدا الامضاء كان اجباري نصيف بالعقد تبع ستار اكاديمي؟ يعني مجبر الطالب اللي بيحصل على المركز الاول يمضي مع باك؟ اكيد لا, انا جماعة كثير برو كثير محترفين كتير بيحترموا شغلهم وصدقني ما في شيء بالإجبار. طيب ما فكرت للحظة أنك تأخذ شوية وقت لتفكر بالموضوع لتدرس العرض لتشوف إذا ممكن تنضم لهي الشركة أو لا تشوف شركة ثانية؟ مفهوم أنت يمكن فهمتني غلط. هو أنا اللي وقعت عليه عقد إدارة أعمال. إدارة أعمال مو إنتاج. هي شركة باك لإدارة الأعمال مش الإنتاج. هلا انه الال بي سي وشركه باك هن المسؤولين عن اعمالك وهن اللي بيرافقوك بكل حفلاتك يمكن او بينظموا لك القصص. اوكي كان يقتضي التوضيح. رح ناخذ فاصل من عند عبد الله ومرشح. خايف من بكرة؟ يعني أنا بعرف إنه هلأ لسه ما لحقت كتير تفكر تقعد مع حالك, يمكن لساتك بمرحلة ما قدرت تستوعب شو اللي صار. بس هاي اللحظات الصغيرة ممكن تقضيها مع حالك عم تقول بكرة شو بده يصير, شو ناطر؟ أكيد كل واحد بيقعد مع حاله بيقول شو بده يصير وشو ناطر. بس صدقني أنا إيماني بالله كبير وإن شاء الله اللي كاتبه الله بده يصير بعدين. أنا بدي يعني هو بيقول لك سعي عبدي لا أسعى معك, أنا إن شاء الله يا رب ساعي وشو بيقدمه الله وشو بي يعني
تفتح لي الدنيا هيك خيارات ان شاء الله يا رب تكون منيحه وجيده لي ان شاء الله يا رب. اوكي خلينا ناخذ اخر مجموعه من الاتصالات. الو الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور، وطي لي صوت الراديو حتى نسمعك كثير منيح. مين معنا؟ معك زينة من حق. يا هلا فيك زينة، تفضلي نصيف معك. كيف فيني احكي مع نصيف؟ تفضلي عم اسمعك. مساء الخير. هاي نصيف. مساء الخير يا زينة. هاي يا هلا. كيفك؟ منيح نشكر الله. عن جد يعني ألف 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 مبروك. وعن جد بتستاهل. الله يخليك. الله أنا جوزي أبدا ما بحضر ستار أكاديمي، بس بعد ما شافك كل يوم يطلع البيت يحط القناة. الحمد لله يا رب. الله يخليك. إن شاء الله كلنا صلينا لك، شعلنا لك شمعة. حبيبة قلبي. وان شاء الله دايما نشوفك. الله يخليك ان شاء الله يا رب. شكرا لك جينا. بنتمنى لك كثير على زينة. يوصل اكيد. شكرا جينا. سلام عليك كمان اكيد. اوكي بناخذ كمان اتصال. عصب علينا عبد الله. الو الو بونسوار. بونسوار. ماري احكي مع نصيف؟ لا مو معلش، مين معي؟ هيا يلا هيا تفضلي. مساء الخير يا هيا. هاي كيفك؟ الو الو كيفك نصيف؟ منيح نشكر الله. كيفك حبك؟ والله وانا اكثر. وفاتي زين الاولياء كلهم سلموا عليك. وانا بسلم عليهم كمان. واختي كمان كثير بحبك عن جد. ميرسي كلكم جوا. بليز اذا شفت رحمة سلم لي علي. بيوصل اكيد. اوكي. مرة تعطينا رقم موبايلك؟ ايه هلا تخليكي تحت الهواء، عبد الله عم يوزع ارقامه للكل. شكرا يا هيا. ناخذ كمان اتصال؟ اوكي الو؟ الو؟ مساء الخير؟ مساء الخير. فيكم صبايا؟ ما في شباب بالبلد؟ وين فوق وين الشباب يا شباب؟ نصيف والبنات حابينك كثير وكبار وصغار. يا حبيبة قلبي الله يخليك. مين معنا؟ لما من الشام. تفضلي لما. بس بدي اقول لنصيف كلمتين. تفضل. انه انت بتطير العقل. يا حبيبة قلبي. العالم كله صغار وكبار جانين عليك. الحمد لله يا رب. بدي اقول لك شغله واحده، انه نحن ما صوتنا لك بس لانك سوري، طبعا انك سوري يعني شيء كثير بيرفع الراس، بس نحن كمان صوتنا لك لانك انت كثير بتستاهل وانت عن جد بتستاهل. الله يخليكي الله يخليكي. يعني هذا انا شرف لي. جاذبيه ادب اخلاق يعني من كل شيء. الله يخليكي. يعني انا من النوع اللي ما كثير بهتم بهيك شيء، بس ما معقول يعني ما خليت عقلي براسنا. حبيبة قلبي الله يحميك. الله يحميك. الله يحميك. العطرة تحميك. شكرا يا لما. يسعد مساكي. شكرا لك. خليكم يا رب. كمان عم نتابع معكم اول لقاء للنجم نصيف زيتون عبر هوا المدينه اف ام. الو الو مرحبا. مرحبتين، مين معنا؟ انا هيا من الشام. تفضلي هيا. الو نصيف. مساء الخير. الو كيفك نصيف؟ الحمد لله يا رب نشكر الله. بدي اقول لك شغله، انه انا بتحدى اي معجبه تكون بتحبني مثل ما انا بحبك قد ما حكوا يعني. حبيبه قلبي حبيبه قلبي. وبدي اقول لك شغله، انا صرت تاسع وعدوني اهلي انه مشان تجي تغني لي اذا نجحت. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. بقدر اتواصل معك؟ هلا فيك تتصلي هي على ال ال بي سي، وال بي سي هن اكيد بيتكفلوا بانه كيف تنسقي انت ونصيف. ان شاء الله يا رب بالنجاح يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا هيا. باي باي. كمان اتصال المدينه فان. مساء الخير. انا مرحبا. مرحبتين. معك امان ونور ورنا من السعوديه، حابه نسلم على نصيف. قولي لي بس الاسم الاولاني، عرفت انه من السعوديه بس شو الاسم؟ امان. امان، تفضلي يا امان. اوكي. تفضلي نصيف عم يسمعك. انا مرحبا. مساء الخير. نحن امان ونور ورنا من السعوديه. يا هلا. يا حي الله يا هلا. خلينا كيف بعثنا يصوتوا لك بالمدرسه. يا حبيبه قلبي خليكم ويسلمكم ويحفظكم. حبيبه قلبي نحن كثير زعلانين لانه هلا عم تحط نهائيه بالمدرسه وما قدر يعني ننزل على الصف، فرحت علينا سوكتر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب النجاح يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي ان شاء الله يا رب. امان ونور ورنا من السعوديه. تحياتي لكم جميعا. أمان ونور وراما. تحياتي لأمان ونور وراما من السعودية. يا هلا. أيوة. شكرا شكرا لكم. ميرسي كلكم جوا. وهو دايما بتابعك وهي اللي عارفه تواصلك اكثر شيء. كثير كانت بتحبك. عن جد عن جد يوم اللي كانت النتائج احنا كنا متراهنين مين بيفوز، وعلى كل واحد حطينا رهن وبعدين انت اللي فزت. يا حبيبه قلبي. شكرا يا امان وسلاماتنا لكل اللي عم يسمعونا بالسعوديه بكل الدول العربيه اللي سووا حياتنا. تحياتي للجميع اهالينا بالسعوديه اكيد. وتحياتي ل يعني على سيره السعوديه تحياتي لسلطان صديقي كان معي. نزل له تحية كبيرة. نصيف لكل اللي كانوا معي. قديش عن جد يعني هلا
ما بدنا نحكي حكيك للإعلام قديش عن جد بصير في رفقة. يعني طبيعي إنه الإنسان لما كل يوم أنتم مع بعض وكل يوم كذا أكيد. في ناس حتحبهم تتعود عليهم بيقولوا لك عشرة بتصير بيناتكم أكيد. أكيد. مين أكثر الناس اللي بتعتبر إنه هذول عن جد هلا لك يومين طالع اشتقت لهم حد لهم تحاول تتواصل معهم؟ أكيد صدقني هلا أكثر ناس وهي شلون بدي أحكي لك إياها. نحن ضليت أنا ومحمد رمضان للآخر فقضينا وقت كثير طويل تعودنا على بعض. هو محمد رمضان من أول عالم تعرفت عليهم أنا بالأكاديمية هو وباسل باسل خوري كمان يعني من وجهة تحية لباسل وباسل عم يسمعنا هلا.